بضع من شعب الإيمان مع الشيخ محمد أمين الوسلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأكارم، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام. ما زلنا مع برنامج حقيقة الإيمان اللي يشمل القلب واللسان وكل الأعمال الصالحة. بالأمس تعرفنا على عبادة الشكر، أما اليوم نتعرف على الدعاء وما أحوجنا للدعاء خاصة وقت الأزمات. الدعاء اللي يوثق صلة العبد بخالقه ويدعم إيمانه ويخليه على ثقة كاملة إنه يكلم إله سميع قريب مجيب. هذا علاش المولى تعالى يأكد علينا باش نتوجه له بالدعاء ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كتأكيد لما جاء في الآية الكريمة. فكل إنسان ما يدعيش يكون مخالف لأمر ربي، على خاطره إنسان جاحد معاند مستكبر، ما قاله جهنم وبئس المصير. فش معناها الدعاء وشنية شروطه وشنية أثاره؟ خلينا نبدأه إنه الدعاء هو الرغبة إلى الله تعالى وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، وهو قسمان: دعاء ثناء، وهو ذكر الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا من غير طلب شيء معين، يعني عبارة على ذكر وتسبيح. مثال لذلك قولنا: يا حي قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نحو ذلك من الأدعية. اثنين: دعاء ثناء وطلب، يكون بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، نطلب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة مع التذلل والانكسار، كما جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. وهنا يطلب العبد اللي يحب، يطلب الهداية والصلاح والنجاء والشفاء. والقرآن فيه آيات كثيرة تتضمن أدعية مأثورة قالوها الأنبياء والصالحين، كقوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. كما جاءت برشا أدعية مأثورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. والمؤمن يدعي باللي يحب وكيما يحب وبأي لغة وباللي نجم، المهم يكون دعاء نابع من القلب بكل تذلل ويقين في الإجابة، لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تحكيش بالجزمي ربي يستجيب لك، تدعيش بالفرنسية ربي يستجيب لك، تدعيش باللغة الصينية ربي يستجيب لك. وفي الآن نفسه يلزم يستغل أوقات معينة، أوقات الاستجابة فيها نكون أوكد من غيرها إنه ربي باش يستجيب لنا. ومن هالأوقات آخر جزء من الليل، وقت الأذان، وقت الأذان والإقامة بينهما، السجود في الصلاة، وقت تصب المطر، خلال خطبة الجمعة حتى إتمام الصلاة، الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب يوم عرفة، وقت الجهاد ولقاء الأعداء، بعد الصلوات المفروضة، دعاء المريض والمظلوم والصائم، هذوكما دعاءهم مستجاب. دعاء المؤمن الخوه المؤمن بالغيب، شو معناها؟ يعني تدعي لحد تحبه من غير ما هو قدامك، من غير ما يعرف، في غيابه، للتأكيد على التحابب والتعاون. ويكفي المؤمن فضل إنه ربي أعطاه فرصة الدعاء على خاطره حقق مقصد العبادة بمجرد الدعاء. وهنا تكون الاستجابة بثلاثة طرق: واحد، إما يستجيب ربي باللي طلبه العبد بأسرع وقت يستجيب لك، تقول يا رب يقول لك تفضل، ولا يستجيب لك لكن بشيء آخر غير اللي طلبه، الحكمة يعلمها ربي، يستجيب لك اللي دعيته لكن بحاجة أخرى يعلم ربي الحكمة منها وما يعطيكش أنت اللي طلبته.
وإلا الاستجابة الثالثة اللي أجل الاستجابة ليوم القيامة. يعني واحد يبدأ يدعي يقول ربي ما استجاب ليش، ولا ربي ما استجاب ليش بحاجة أخرى حتى اللي أنا ما طلبتهاش. لازم يتأكد إنه ربي سيؤجل الاستجابة ليوم القيامة، وهذا أفضل شيء على خاطر الإنسان في هاك النهار الصعيب محتاج للتفريج الكرب. ما لا خلصت الحديث، يلزم ندعي وكل ما تكون الفرصة سانحة، كما حالنا الآن وإحنا صايمين. بعد ما نحمد ربي ونصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل منا صيامنا واهدنا إلى طريق الحق واليقين، وفرج كرباتنا وارفع عنا هالوباء والبلاء والوباء والغلاء، واشفي مرضانا وارحم موتانا، والحمد لله رب العالمين. بضع من شعب الإيمان مع الشيخ محمد أمين الوسلاتي.